من الحاجات المشتركة بين أي زوجين في الدنيا هي الغيرة، بس في غيرة تعلي من الحب كمان وكمان، وغيرة تانية تخنق وتوصل للشك وتهد بيوت كمان. عشان كده لازم الراجل والست يكون عندهم ذكاء في معاملتهم مع بعض، حتى في غيرتهم على بعض، زي مثلا غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كانت في عز غيرتها عليه كان يبان حبها وحرصها وخوفها كمان عليه. مواقف الغيرة كتير هنعرفها وهنتكلم عنها النهاردة، وعن قصة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين آمين يا رب. يمكن اتكلمنا عن موقف غيرة، أو يعني كلنا تقريبا عارفين موقف الغيرة الشهير بين الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كسرت الطبق، وساعتها الرسول رد بحكمة شديدة جدا وقال غارت أمكم. كان في مواقف تانية للغيرة بينهم وبين بعض؟ الحمد لله ذي المنة والإحسان والجود والإنعام، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان الذي اصطفى له ربه من النساء القانتات العابدات السائحات الأبكار والثيبات، ورضي الله عن أمنا خديجة صاحبة العطيات، وعن عائشة التي نزلت ببراءتها الآيات، وحفصة صاحبة الحديث والروايات، وأم سلمة جبل الصبر والثبات، وبنت خزيمة باذلة الصدقات، وكذا زينب صاحبة عقد الزواج في السماوات، وجويرية أعظم النساء بركات، وأم حبيبة التي توالت عليها الابتلاءات، وصفية التي حوت في نسبها الأنبياء، وكذا الرضا عن ميمونة خالة ابن الوليد صاحب البطولات، وعلى أهل البيت جميعا الطاهرات، وسلم يا رب عليهم عدد الذاكرين والذاكرات. وبعد، الغيرة إذا خلت من بيت فكل على هذا البيت السلام. صحيح، لا خير فيه ولا ود فيه ولا أمن فيه ولا حب فيه ولا مودة فيه ولا سكينة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغيرة دليل الإيمان. فمعنى هذا أن المرأة التي لا تغار على زوجها ليست مكتملة الإيمان، والرجل الذي لا يغار على زوجته ليس مكتملا للإيمان. والحبيب صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان الذي لا يغار على عرضه ديوس، والديوس ملعون. ولذلك العرب كانت الغيرة عندهم مشهورة جدا جدا، لدرجة أن سيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه وكرم الله وجهه ورضي الله عمن أحبه وذم الله من عاداه، دخل مرة فلقى ستين الزهرة مسك السواك وبتلمع بيه أسنانها وبتستك بيه، فيعمل إيه؟ تخيلي، غار من السواك ده على أسنان ستين السيدة فاطمة الزهراء، فأنشد يقول للسواك: أتغيب يا عود الأراك بثغرها؟ أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. شوف الغيرة، شوف الجمال، شوف والكلمات والكلمات الجميلة اللي تعبر عن الغيرة الممزوجة بالحب. ممزوجة بالحب. والعجيب ان حضرتك دلوقتي وانت بتتكلمي بتقولي ان ستنا السيدة عائشة كانت بتغير على حضرة النبي، لكن انا عايز اقولك ما هو الغيرة دي هي ما جابتهاش من فراغ، ما هو النبي كان بيغير عليها اشد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان بيؤذن للنبي زي سيدنا بلال بن رباح، دخل على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أو بيستأذن على سيدنا الحبيب، وستنا عائشة قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنقها ظاهر، رقبتها ظاهرة. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ده يا ست لمية أعمى ما بيشوفش، وكان في لي وقعة مشهورة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. زعل قوي وراح قال له: يا رسول الله، ده أنا صابر على عمى الدنيا علشان الآخرة، كمان في الآخرة بقى أعمى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضى أن تعيش شهيدا وتموت سعيدا، أما ترضى أن تعيش سعيدا وتموت شهيدا وتكون أول من ينظر إلى نور وجه الله يوم القيامة؟ فبيستأذن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجبي يا عائشة، خش استتري أو حطي حاجة على قلبك. قالت: إنه أعمى يا رسول الله،
إنه أعمى يا رسول الله، فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهل أنت عميانة؟ شوف الجمال بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت عميانة؟ هو حتى لو أعمى أنت عمية، بيغير عليها صلى الله عليه وسلم. فستنا عائشة كانت الغيرة اللي بينها وبين النبي غيرة حب، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالليل كانت مطقش ازاي يخرج بالليل، ولذلك مرة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم جاي خارج بالليل فغرت ورأى ذلك في وجهي فقال أو قد غلبك شيطانك؟ أول ما شاف اللي يكون رايح لحد من زوجات، أو معي شيطان يا رسول الله؟ قال ما من بشر إلا ومعه شيطان. قلت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن ربي أعانني عليه حتى أسلم.